السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في التمرين في المعادلات وهو موجه لتلاميذ السنه الثالثه اعدادي. اذا التمرين يقول حل المعادلات الاتيه. اذا نبدا بالمعادله الاولى. اذا هنا قبل ما نبدا بالمعادله فمي كيكون عندنا واحد الاقواس مسبوقه بعلامه ناقص، مثلا 3 ناقص 4، فعندما نزيل الاقواس الاشاره ديال الحدود كتغير. إذن هنا راه عندنا زائد 3، إذن أقواس مسبوقة بعلامة ناقص، إذن غترجع ناقص 3. هنا عندنا ناقص 4، إذن غترجع زائد 4. في حين إلا كانت عندنا الأقواس مسبوقة بعلامة زائد فراه ما كيتغير والو، إذن كتبقى لنا 3 ناقص 4. إذن هنا أول خطوة غادي نحيد الأقواس. إذن أقواس مسبوقة بعلامة ناقص يعني إشارة الحدود غتغير، الحدود اللي كاينة داخل الأقواس. إذن هنا المعادلة تكافئ جوج إكس ناقص، إذا كان زائد واحد غترجع ناقص واحد، زائد خمسة غترجع ناقص خمسة إكس تساوي أربعة إكس. إذن تكافئ جوج إكس ناقص خمسة إكس هي ناقص 3 إكس ناقص 1 تساوي 4 إكس. إذن 4 إكس كنديوها للطرف الأول المعادلة، هترجع ناقص 3 إكس ناقص 1، وناقص 1 غادي نديوها للطرف الثاني أو ناقص 4 إكس، وناقص 1 غنديوها للطرف الثاني هترجع زائد 1. إذن ناقص 3 إكس ناقص 4 إكس هي ناقص 7 إكس تساوي 1. إذا حنا عندنا ناقص 7 إكس يعني ناقص 7 مضروبة في إكس، عندنا ضرب، إذا كنقسمو على العدد 7، إذا إكس تساوي 1 على ناقص 7 واللي هي ناقص 1 على 7. إذا ناقص 1 على 7 هو حل هذه المعادلة. المعادلة الثانية بنفس الطريقة. إذن أول حاجة كنحيدو الأقواس، إذن واحد على جوج إكس أقواس مسبوقة بعلامة ناقص، إذن إشارة الحدود كتغير. إذن كانت عندنا زائد 3 غترجع ناقص 3، كانت عندنا ناقص إكس غترجع زائد إكس، إذن تساوي 5 ناقص 2 إكس. إذن الأعداد المجهولة كنجمعوها في الطرف الأول، إذا عندنا 1 على 2 إكس زائد إكس ناقص 2 غادي نديوها في الطرف الأول ترجع زائد 2 إكس، وناقص 3 ديناها في الطرف الثاني ترجع زائد 3. إذن 1 على 2 إكس زائد إكس زائد جوج إكس هي 3 إكس تساوي العدد 8. إذن هنا خصني نوحد المقامات، المقام الموحد هو العدد 2. إذن 1 على 2 إكس زائد، إذن هنا كنضرب البسط والمقام في نفس العدد اللي هو 2، إذن غترجع 6 إكس على 2، 6 على 2 هي 3، إذن 3 إكس، إذن تساوي 8. 1 على 2 إكس زائد 6 على 2 إكس، إذا البسط زائد البسط، 1 إكس زائد 6 إكس هي 7 إكس على 2 تساوي العدد 8. إذا حنا عندنا 7 على 2 مضروبة في إكس تساوي 8، إذا كنضربو في المقلوب ديال العدد أو كنقسمو على العدد، إذا ممكن نكتب إكس تساوي 8 مقسومة على 7 على 2، وهاد الكتابة راه هي 8 في المقلوب ديال المقام اللي هو 2 على 7. إذا 8 في 2 على 7 هي 16 على 7. هنا خصني نتابع، راه عندنا ضرب، إذا 8 راه 8 على 1، إذا كنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذا 16 على 7 هو حل هذه المعادلة.